بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الدرس الثالث في دورة الأكسس، وفي الدرس ده إن شاء الله هنحاول إن احنا نعرف طرق عمل الجداول في الأكسس، وإزاي نقدر نستخدم الطريقة الأمثل في الموضوع. احنا هناخد كذا طريقة، بس هو في الغالب احنا بنوصل لطريقة يعني واحدة هي اللي بنستخدمها في الآخر، بس نعرف الطرق علشان يبقى عندك أكتر من فكر. يعني اول طريقه يا جماعه في عمل الجداول في الاكسس، طبعا هنفتح الاكسس دلوقتي وهبتدي انشئ قاعده بيانات، هعمل لها مجلد جديد على سطح المكتب. هاجي على سطح المكتب هنا وهاجي هعمل مجلد جديد واسميه مشروع صغير، تمام. وبعدين هسمي الداتابيس دياتي عباره عن تيست، ولكن تيست 1، اوكي، واقول له موافق. وبعد كده هقول له انشاء. هو في البدايه بيعمل لك جدول طبعا افتراضي، هنشيله اغلاق، تمام. وهنيجي هنا هنشوف طرق انشاء الجداول. اول طريقه عندي في انشاء الجداول، في حاجه اسمها طريقه انشاء جداول عن طريق حاجه اسمها اجزاء التطبيق او الابلكيشن بورد. الاجزاء التطبيق او الابلكيشن ايه بورد، لو انا فتحت اجزاء التطبيق او الابلكيشن بورد ديت، هتلاقي بيقول لك ان انا عندي نماذج فريغه، ممكن تجربهم واحدة واحدة طبعا براحتك. هتلاقي فيه عندي حاجات في التشغيل السريع زي المستخدمون والتعليقات وجهات الاتصال والمشاكل والمهام. فانا اقول له انا عاوز انشئ جدول مثلا بناء على جهات الاتصال مثلا، هيبتدي هو ينشئ لي جدول بناء على جهات الاتصال. طبعا هو انشئ الجدول اللي هو ده وحط معاه حاجات كتيرة انا مش عايزها زي استعلامات ونماذج وتقارير، فانا هبتدي اشيل الحاجات اللي مش عاوزها، اعلم على اول واحد وشيفت واخر واحد واعمل لهم ديليت. اقول له نعم. هيبقى عندي بس الجدول اللي هو اسمه جهات الاتصال، قلت اوكي بس المحتوى ديت. وهاجي هنا هسميه، بس انا دلوقتي مش عاوز اسمه جهات الاتصال، عاوز مثلا اسميه مثلا العملاء بتوعي. هعمل عليه كليك يمين واختار اعاده تسميه وهسميه العملاء بالعربي واضغط انتر. طيب هفتحه كده، هتلاقيه حاطط لك فيه حاجات كتيره، هو عشان هو معمول كده، تمام كده. طيب اول حاجه المعرف اللي هو يعتبر الاي دي بتاعك. طبعا الاي دي هو حاطه اوتوماتيك على اساس ان هو نمبر، عرفت منين؟ بحدد الحقل بتاعي وباجي فين في الحقول دي. لو جيت في الحقول هيديك هو نوع البيانات، هو بيقول لك نوع البيانات بتاعت الحقل ده دلوقتي اللي انت انشاته عن طريق اجزاء التطبيق ديت عباره عن ترقيم ايه تلقائي، الشركه عباره عن نص، اسم العيله نص، مش عارف الاسم الاول نص. لو مشيت كل ده الين وصلت مثلا لصفحه الويب، هيقول لك صفحه الويب دي عباره عن ارتباط تشعبي. لو مشيت شويه كده وقلت له ملاحظات هيقول لك دي ميمو. لو مشيت شويه كده وقلت له مرفقات هيقول لك دي عباره عن ايه، مرفق اتاتشمنت. اسم جهه الاتصال عباره عن حاجه محاسبه او كالكوليتد فيلد، تمام كده. طيب هقول له مثلا معرف انا مش عاوز ترقيم تلقائي، لان الترقيم التلقائي عيبه ان هو ممكن لو انت حذفت يعني السجل في السكه كده يلخبط لك الترقيم. يعني مثلا انت عندك مثلا 11 سجل وجيت حذفت السجل رقم مثلا 10، هتلاقي مثلا ان هو ما عادش ترقيم، لا ده هيقول لك واحد لحد 9 وبعد كده 11، فده عيبه، تمام. فانت يستحسن ان انت تعمل ترقيم يدوي او بسيستم معين، فاحنا هنخليه مثلا نص. طبعا لو فتحت القائمه هنا فبيقول لك ان انت ممكن تغير نوع البيانات بتاع الحقل دوت لنص او مذكره او رقم او تاريخ وعمله او تاريخ وقت او عمله او نوع لا او تربط تشعبي. دي من ضمن الطرق الموجوده يعني، تمام. الشركه انا عاوزها، اسم العائله عاوزها، الاسم الاول عاوزه، ممكن احرك الاسم الاول داخل جوه في البدايه كده، تمام. ممكن اجيب الشركه دي هنا في النهايه، اوكي. انا البريد الالكتروني عاوزه، المسمى الوظيفي عاوزه، هاتف العمل، هاتف المنزل مش عاوزهم، احددهم كده اهوت واعمل عليهم كليك يمين واقول له حذف حقول. رقم الفاكس مش عاوزه، كليك يمين وحذف حقل. العنوان ماشي، المدينه ماشي، المقاطعه مش عاوزها، اقول له حذف حقل. البلد مش عارف يعني، الرمز البريده نشيله، هو البلد شيفت معايا ونقول له حذف حقل. صفحة الويب ما عنديش ويب، لو عندك حط طبعا انت براحتك. صفحة الويب هي دي هنشيلها. هيبقى عندك كمان الملاحظات هنخليها، المرفقات هنخليها، اسم جهة الاتصال والتصنيف هنخليه مؤقتا، بعد كده هنشيله هشوف ايه المحوسب اللي هو عامله ده. انا لو جيت هنا مثلا، جيت على اول حاجة وقلت مثلا المعرف بتاعي ام زي،
هو انا ساكن مثلا في ورقص 610611 مثلا، تمام. الاسم الاول مصطفى، اسم العائلة الزاويدي، الشركة ام ان سي ديجيتال، البريد الالكتروني مصطفى ميسوري at gmail.com. على سبيل المثال يعني مسمى وظيفي مدرب، مصمم، مطور، تمام كده. الهاتف 0533430138 مثلا. العنوان ليس ملاحظات جاري العمل في كل الاتجاهات، والله الموفق. بس على سبيل المثال كده. الاتاتشمنتس انا ممكن احط الصورة بتاعتي. لاحظ هنا يا جماعة ان هو جايب الاسم الاول وحطه على الاسم الاخير واعطاني اسم جهة الاتصال مصطفى الزويدي. التصنيف اللي هو الزويد مصطفى ده مش هنحتاجه، هنشيله، حذف. نعم اوكي. هنيجي بس نحط الاتاتشمنت اللي هو موفق ده، دبل كليك عليه ونقول له اضافة، ونيجي على سطح المكتب سي مثلا زي كده، وننزل ونختار صورتي ونكون مثلا ده، وبعدين اقول له ايه فتح اوكي واقول له وقف. كده الصورة بتاعتي بقت موجودة هنا، في اي لحظة انا ممكن اعملها دبل كليك وافتح. اوكي كده ظبطنا التاني. كده انا عملت جدول يا جماعه عن طريق الانشاء وعن طريق اجزاء التطبيق. في حته حلوه هو ممكن يديها لي، لو انت عملت جدول بتركيبه معينه، بتركيبه معينه زي كده مثلا، وحبيت تحطه هنا كقالب في اجزاء التطبيق في الحته دي، تمام كده. انت ممكن تعمل كده ازاي؟ ان انت بعد ما ظبطت الجدول زي كده مثلا، حتى بدون ما تحط فيه بيانات، او لو انت عاوز بالبيانات بتاعته برضو ممكن تحطه، تيجي في ملف وتيجي في حته اسمها الحفظ وايه والنشر، هي دي، وتختار تيمبلت اللي هو ده، تمام. لو انا دبل كليك هيقول لي انت عاوز تسمي الجدول بتاعك ده ايه، او القالب بتاعك ده ايه، هو اللي عندك ده هنسميه جدول العملاء الحلوين، تمام كده. وهنقول ان هما ده جدول بأهم العملاء الموجودون لدينا في الشركة. اوكي الفئة قوالب المستخدم، من واحد في قوالب المستخدم، وهنيجي هنا هنقول ده جزء من التطبيق، وهناخد الجدول الاساسي اللي هو العملاء. ممكن تخليه زي العملاء وممكن ما تخلوهوش، براحتك انت. يقول لك الايقونه بتاعته مش عارف افصل ايه، لو انت عندك ايقونه تحط ايقونه ليه. عاوز تضمن البيانات اللي انت حاططها خلي البيانات دي موجوده، وتقول له وافق. هيقول لك حفظ التغيرات، تقول له نعم. في الاخر بيقول لك تم حفظ قلبك به بنجاح في الحته الفلانيه، على اساس ان هو جدول العملاء الحلوين اللي هي الاكسس داتا تمبلت. قول له وافق. طيب لو انا قفلت ده غلق، تمام، وجيت على اجزاء التطبيق هتلاقي فتحت قوالب المستخدمين اهو، في جدول اتنشأ باسم جدول العملاء الحلوين، وكاتبين لك هنا جدول باهم العملاء الموجودين لدينا بالشركه. لو ضغطت عليه هتبص يا معلم اعطاك الشكل ده. معرفش هو حط لك عقل واحد ده ليه، بس احنا ممكن نشيله. موافق. عشان بس الجدول ده تعالى نشيل اتنين عشان ما نلخبطش الدنيا. حذف الدولة، بس الداتابيس فاضية. اقفل ده، حذف، تمام. وهنيجي هنا في اجزاء التطبيق ديت، نقول له كده هبص لها جدول العملاء فعلا ايه نزل بالشكل اللي انت ايه ركبته. معلش هو عشان طبعا يعني كان في جدول بنفس الاسم، فممكن يكون لغلطه كده عشان كده حصلت يعني. المهم ان انت دلوقتي الجدول اهو اتعمل اهو قدامك زي ما هو، زي ما انت عملته، زي ما انت ايه حفظته، بس طبعا احنا ما حطيناش فيه بيانات.
يبقى دلوقتي انا عرفت ازاي اعمل انشاء لجدول عن طريق اجزاء التطبيق، واحفظ كمان الجدول او الاستراكشر بتاع الجدول او التركيبه بتاعت الجدول ده كقالب عندي ممكن استخدمها بعد كده، سواء كان ببيانات او بدون ايه بيانات. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاع النهارده، وان شاء الله نتلاقى في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.